إذن هذا هو البصل الذي وضعه الفراعنة في أعلى المراتب، كانوا حتى إنهم كانوا يقسموا بالبصل، وهذا هو الهرم اللي اشترك في بنائه حوالي 100,000 عامل اشتغلوا فيه حوالي 20 سنة. هذا كلام المؤرخ هيرودوت أبو التاريخ، وأنا لا أقسم على ذلك. بالمناسبة، هل لاحظتم أن في المحاكم الغربية عندما يأتي الشاهد في المحكمة حتى يقسم ويشهد، عند القسم يرفع يده ويفتح كفه اليمين أمام القاضي؟ هل لاحظتم ذلك؟ لماذا يفتح كفه أمام القاضي؟ It's to say that you'll tell the whole truth and nothing but the truth. لأن علي أدري من نسبة إلى النقاء، وأن الأشياء الكويسة بيعملوها في اليدين. أعتقد إنه يرفع يده ليحلف باليمين يعني، فبيرفع يده ليحلف. أعتقد ما أعرفش. لأنه كانوا السجناء في الزمان القديم يوصموا في إيديهم، في الإيد اليمنى، فلذلك شهادة الإنسان المسجون أو اللي له أسبقيات غير مقبولة، فلذلك برفع إيده اليمين عشان يبين إذا كان له أسبقية أو لا. كانت الكف مثل السجل العدلي، كانت الكف تختم لكف كل رجل يدخل السجن، تختم كفه، وكانت مثل السجل العدلي، لكن بقي هذا التقليد حتى بعد ابتكار واختراع السجل العدلي.